وادي القناة القديم مع زميل عزيز شريف عادي ولقاء القناة وادي دجلة. دجلة المتصدر مع القناة. شريف ماذا لديك قبل هذا اللقاء الهام؟ برحب بيك زميلي العزيز فتح الله زيدان ولضيوفك في الاستوديو ولكل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان من داخل استاد نادي القناه القديم. زي ما انت بتقول يا فتح الله، دجله المتصدر اللي وصل محافظه الاسماعيليه منذ 24 ساعه للدخول في معسكر مغلق استعدادا لهذا اللقاء بمعنويات بالتاكيد مرتفعه للغايه ما بعد الانتصار الاخير على حساب الترسانه بثلاثيه نظيفه. ابرز غيابات دجله النهارده بتتمثل في محمد ابو النجا اللي بيغيب للمباراه الثانيه على التوالي بسبب الاصابه. ما يخص فريق نادي القناه، بالتاكيد الكابتن احمد العجوز كان حريص على عقد جلسه مع اللاعبين ما بعد طبعا الخساره في المباراة الأخيرة أمام راي. عندهم الدوافع بالتأكيد للعودة للانتصارات من جديد. إن شاء الله نشوف مباراة ممتعة تليق بالفريقين. العودة ليك يا فتح الله، اتفضل. شكرا زميلي العزيز شريف عادل من ملعب القناة القديم.